كرامتهم وإنسانهم من طرف الأضامير. الساحة الشرفية نفتتح هذا الحفل. اليوم أطر وموظفي مركز إصلاح وتدريب كباقي المؤسسات السجنية تحتفي وتخلد الذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما قلنا 29 أبريل نعتبره أكثر من موعد سنوي للاحتفال لذكرى التأسيس لخصوصية هذه المناسبة. طبعا هي محطة موشومة في قلوب أسرة إدارة السجون، نستحضر من خلالها التضحيات للموظفين والموظفات، وكذلك مناسبة لتقييم المنجزات التي اشتغلت عليها المندوبية، وكذلك استشراف للتحديات التي تعتمدها المقاربة التشاركية التي ترتكز على أمن السجناء وإعادة الإدماج، إعادة إدماجهم الذين هم نعتبرهم أمانة مؤتمن عليها أمام الله والوطن والملك. المتتبع للشأن السجني اليوم أصبح يلاحظ بجلاء التغيير والدينامية التي أصبح يعرفها القطاع منذ تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، باعتبارها الآن أوراش مفتوحة في مجالات معددة تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية. طبعا اعترافا لثقافة الاعتراف، تجسيدا لثقافة الاعتراف والامتنان، تم احتفاء بجائزة الموظف المتميز. هذه الجائزة التي دأبت عليها المندوبية التي تخصصها المندوبية كل سنة، كما تم احتفاء بالمتقاعدين للموظفين الذين أبلوا البلاء الحسن منذ اشتغالهم في هذا القطاع. الصراحة أنا جيت سعيد بهذا التتويج هذا، وما تفوتنيش فرصة باش نتقدم الشكر الجزيل لجميع الزملاء ديالي، والخصوص السيد المدير. السيد المدير اللي واخا داكشي اللي كاع اللي قلت فيه ما يوفيش حقه صراحة، وصراحة راه كلشي متميز، ماشي غير عبد ربي اللي متميز، جميع الموظفين كنعتبرهم متميزين. كنشكر المندوبية العامة على الإشراف ديالها على هذا الحفل هذا اللي كيتقام بالمناسبة، وكل الذكرى 15 للتأسيس ديالها. وصراحة كتخولني العبارات باش نعبر صراحة، لأن التتويج هذا كنت كنتظروا بفارغ الصبر. أنا جيت سعيد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.